مرحبا بكم، جمعنا لكم في هذه الحلقة مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة. نحن واثقون أنكم سترونها للمرة الأولى. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. وهل ترون كيف يتم تسخين السكك الحديدية باستخدام الغاز؟ ذلك لإذابة الجليد عنها. هل كنتم تعرفون بوجود آلة خاصة لجمع ديدان الأرض؟ من الصعب تصديق أن هذه الطاولة تم ابتكارها خلال القرن 18 لتقديم الطعام بطريقة راقية للضيوف. من الواضح أن الرجل العنكبوت قد مر من هنا. في هذا المشهد الغريب لم تستطع الرصاصة اختراق الجليد. كما أنها استمرت في الدوران حولها. من سيفوز في السباق حسب رأيكم؟ هل سيكون تخمينكم صحيحاً؟ لن تحتاج إلى هاتف أو حاسوب لتصفح الإنترنت مستقبلاً. دخول هذا المسبح يتطلب الكثير من الشجاعة. هذا الجسم الأسود هو بيضة قرش الحمار الوحشي. يبدو أن هذا الكائن لطيف في أيامه الأولى، لكنه يتحول لاحقاً إلى وحش مرعب. هذا الأيل ليس مريضاً كما ترونه أمامكم، فهو صنف خاص من الأيائلي معروف باسم المنتجق أو الأيلي النباح. تفرز الغدد المتواجدة على وجوه هذه الحيوانات إفرازات ذات رائحة متميزة تسمح لها بتحديد منطقتها. تعرفون أن الفطر يتكاثر عن طريق أبواغ صغيرة يتم إطلاقها مثل الدخان، لكن ربما ترونها للمرة الأولى. يبلغ طول هذا الرجل الآلي 3 أمتار، وتحكم فيه من طرف شخص يتواجد داخله كما ترون.
لابد أنكم ترغبون بقيادته. قد تعتقدون أنها أفعى، لكنها مجرد دودة. هذا المبنى هو سيد كاتدرال، إنه الجناح الخاص بالمملكة المتحدة خلال معرض إكسبو لعام 2010. يمكنكم مشاهدة هذا العرض الضوئي الرائع في مطار سنغافورة. إن لم تكن مستعداً للتعامل مع هذه الرخاويات، فلا ننصحكم بزيارة شواطئ الفلبين. هذه الحشرة ليست مؤذية، لكنها مخيفة. تحب الديدان المسطحة التجول على الشواطئ الصخرية. سترغبون بزيارة هذا المكان. وهنا لدينا نوع خاص من الأعمال الفنية في مجال البناء. قد تعتقدون أن هذه الذرة مهجنة، لكنها في الحقيقة صنف نادر ينمو في بعض المناطق فقط. يقال أنها غير صالحة للاستهلاك بسبب نسبة النشا المرتفعة فيها. يمكن للبطاطس أن تتحول إلى عمل فني إذا وقعت في يد الشخص المناسب. ما رأيكم في هذا العمل؟
يبدو أن هذا الحلزون لا يرحب بالضيوف. تعود هذه الآلة الرائعة للقرن التاسع عشر. إنها قادرة على العزف على البيانو والكمان في نفس الوقت وبطريقة آلية. نعتقد أن حاسة الشم لدى هذا الكلب أقوى بكثير مما هي لدى بقية الكلاب. This is al dente. He sings when the past is done. ما ترونه الآن ليس خيالاً علمياً، تم تثبيت قطرة الماء تلك بفضل جهاز خاص.
هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقاتنا القادمة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.